أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثلاث عناوين. العنوان الأول: ماذا يريد الشعب؟ العنوان الثاني: لقاء ولي العهد. العنوان الثالث: ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في العنوان الأول: ماذا يريد هذا الشعب؟ وبعبارة أدق: ماذا يريد الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب؟ وهل ما يريدون وهل ما يريد هذا الشعب حق أم باطل، صحيح أم خطأ، ضرورة أم ترف، حضارة وتقدم أم رجعية وتخلف، واقعي أم مثالي، مشروع أو غير مشروع؟ سنتطلع ونذكر مختصرا ماذا يريد، ونضع الإجابة على هذا السؤال في نهاية هذا المقطع. يريد هذا الشعب، أي هذا ما أقول، يريد هذا الشعب أي الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب من السنة والشيعة، حسب فهمي واجتهادي وما أرى، وأحترم وأقدر من يختلف معي في تشخيص هذه الإرادة لهذا الشعب. أما الفاصل الحقيقي فهي الانتخابات وصناديق الاقتراع الحرة لتحكم على وجهة نظري أو وجهة نظرك، على دقة تشخيصي أو على خطأ. يريد هذا الشعب، يتطلع هذا الشعب إلى المساواة وإلى الحرية وإلى العدالة، ويطالب بحقه الأصيل في كونه مصدرا للسلطات جميعا. وتترجم هذه المثل والقيم في شكل مطالب سياسية أهمها: يريد هذا الشعب انطلاقا من المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها الحق السياسي، أن ينتخب مجلسا تشريعيا بالمصطلح العالمي برلمانا يتولى التشريع والرقابة، يمثل إرادة هذا الشعب، والمعينون لا يمكن أن يمثلوا إرادة هذا الشعب أو أي شعب. المعينون يمثلون إرادة من يعينهم فقط في البحرين أو خارج البحرين. يريد هذا الشعب أن ينتخب ويختار سلطته التنفيذية بطريقة مباشرة، كأن ينتخب رئيس الوزراء كما هو في الأنظمة الرئاسية الأمريكية الفرنسية المصرية سابقا وحاليا وغيرها من الأنظمة التي تأخذ بنظام الانتخاب المباشر لرئيس السلطة التنفيذية،
بعدها يستطيع أن يفتخر رئيس هذه السلطة ويقول أنا منتخب من الشعب وأنا أمثل إرادة شعبية وأنا أمثل خيارا حرا ديمقراطيا لشعبي. يريد هذا الشعب أن ينتخب سلطته التنفيذية بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر برلمانه كما هي في الأنظمة البرلمانية، أمثلتها البريطانيون من أمثلتها النظام البريطاني وغيرها من الدول التي أخذت بفكرة النظام البرلماني. يريد هذا الشعب قضاء عادلا نزيها مستقلا يستطيع أن يحكم فيه القاضي على ابن الحاكم وينصف منه إذا قام بالفساد أو الظلم، ينتصف منه للمظلوم ابن العامة والفقير المدقع في المجتمع. يريد هذا الشعب قضاء عادلا مستقلا نزيها. يريد هذا الشعب جيشا وأجهزة أمنية نابعة من إرادته تهدف إلى حماية هذا الوطن، تهدف إلى حماية أبناء هذا الوطن، كل أبناء هذا الوطن، ليس في عقيدتها عداء لأحد من أبناء الوطن. من يتعدى على القانون تقوم هذه الأجهزة بمنعه من هذا التعدي ويقوم القضاء بكلمته الفاصلة في الحكم عليه، القضاء العادل. فنريد أجهزة أمنية وجيشا وطنيا، هذه عقيدته وهذا هدفه. يريد هذا الشعب أن يوقف سرطان التجنيس الذي يدمر البنية الاجتماعية ويدمر فرصنا الاقتصادية للرخاء ويدمر فرصنا في الحصول على خدماتنا التي نستحق كشعب من إسكان ومن تعليم ومن صحة ومن فرص عمل. نريد لهذا المشروع، يريد هذا الشعب بكل مكوناته أن يقف هذا المشروع التدميري التخريبي للبحرين التي نعرفها على مدى التاريخ. يريد هذا الشعب مساواة بين أبنائه في الوظائف العامة الصغيرة منها والكبيرة، دون النظر إلى اسم القبيلة أو النظر إلى اسم الطائفة أو النظر إلى اسم العائلة أو النظر إلى غيرها من التقسيمات الجاهلية. يريد أبناء هذا الوطن أن يشعروا بأنهم على قدم المساواة، فتتسرب إلى نفوسهم شعورهم بالكرامة، لأن الوطن الذي ينتقص فيه من قيمة الإنسان وإنسانيته لا يمكن أن يشعر فيه المواطن بالكرامة، وعدم الشعور بالكرامة مولد إلى عدم الاستقرار. لا يمكن أن تسلب الناس كرامتهم وتتوقع أن يرضون أو يستقرون، يخافون يوم، يخشون يوم ثاني، ما يعرفون ينظمون نفسهم يوم آخر، ولكنهم لا يرضون بشكل دائم ولا يستكينون بشكل دائم ولا يقبلون، فهذا مصدر إرباك. يريدون أن يشعرون بأنهم على قدم المساواة عندما يتقدمون إلى وظيفة وعندما يتقدمون إلى تلقي خدمة الإسكان وعندما يتقدمون إلى مستشفى للعلاج وعندما يتقدمون إلى منحة أو دراسة أو ما شابه ذلك. يريد أبناء هذا الشعب أن يرى عدالة انتقالية تنطلق من التنفيذ الأمين والصادق والشامل لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف.
يريد هذا الشعب أن يشعر بالحرية، وإن من حقه أن يعتصم ويتظاهر ويضرب عن العمل وفقا إلى القوانين الدولية والمواثيق والعهود الموقعة عليها البحرين والواجب عليها الالتزام بها. هذا ما أحسب أن الغالبية العظمى من أبناء شعب البحرين سنة وشيعة ما تريد. أعود، فهل فيما تريد هذه الغالبية العظمى من أبناء شعب البحرين هذه التفاصيل؟ هل ما يريده شعب البحرين وقد استعرضته مجملا حقا أم باطل؟ والله إنما يريده شعب البحرين حق، ومن يمنعه عن ذلك باطل. يريد شعب البحرين أو مطالب شعب البحرين صحيحة ومحقة، والخاطئ من يرفضها ومن يمنعها ومن يقف حجر عثرة دون تحققها. ضرورية هي أم ترف؟ والله لا يمكن أن تجد أكثر شهادة على ضروريتها من حالة النكبة المستمرة التي يعاني منها هذا الشعب على مدى عقود، من فقد الأمن ومن الفقر ومن تخلف الخدمات. أكثر ضرورة من هذه الضرورة؟ هناك ضرورة أكثر من هذه الضرورة التي تشهد على نفسها وتقدم نفسها يوميا؟ إلا الأعمى، إذا ما بعد أعمى ما يشوفها ويقول إحنا بخير، أعمى إذا ما يشوف أبناء البحرين مهجرين يدورون على عمل في منطقة الخليج وغير منطقة الخليج، إذا ما يشوف حجم البطالة، إذا ما يشوف طوابير الانتظار إلى خدمة إسكان لمدة 20 سنة، إذا ما يشوف الناس تموت في المستشفيات دون خدمة حقيقية ودون خدمة يستحقها المواطن، إذا ما يشوف الناس كيف تدور نص الشهر ما محصلة ما يعني تسد به حاجات، غالبية الناس ما تسد به حاجات، أعمى. ضروري أم ترف؟ إنها الضرورة. حضارية أم رجعية هذه المطالب؟ حضارية وتقدم أم رجعية وتخلف؟ هذه مطالب الحضارة، هذه مطالب التقدم، هذه مطالب الإنسانية. ولذا كل من وقف على مطالب شعب البحرين قال مطالب مشروعة، مطالب محقة، مطالب ضرورية، مطالب تجعل من البحرين بلد حقيقي، دولة مواطنة، دولة مساواة، دولة حقيقية واقعية أم مثالية؟ هل الواقعية التي ننطلق في تفسيرها بأن يكون الظلم هو السائد فنسميه واقعية، الاستئثار من قبل البعض على الغالبية العظمى من على كل الشعب، هل هي الواقعية؟ هذا نسميه واقعية في قبال المثالية، أن أبناء الشعب يتساوون؟ هل فكرة المساواة مثالية مرفوضة؟ إذا سميناها مثالية، هل هي مثالية مرفوضة لا يمكن تحقيقها؟ أليست كل الدنيا مشت على فكرة المساواة؟ كل الدنيا، فليش تطرح وكأنها مثالية لا يمكن أدها؟ ليش المساواة بين الناس؟ ليش المساواة بين الناس تطرح بهذه فمطالبهم مطالبهم واقعية، وما فيها من مثل قيمة مطلوبة وضرورية وممكنة. صعب يعني نساوي بين الناس لما يتقدمون إلى وظيفة؟ صعب إن احنا ما نميز في تفزيع الدوائر الانتخابية؟ نسوي المعجزة يعني احنا إذا أخذنا بهذا المعنى؟
هذه مطالب مشروعة أو غير مشروعة؟ هذه مطالب مشروعة، ولا يقول غير ذلك إلا كاذب. هل يمكن الالتفاف أو مخادعة الشعب على إرادته ومطالبه؟ بعد كل هذه السنين ما عاد ذلك ممكنا. أنا ما أقدر. إذا تعتقد أن أنت والله أنت خطيب وعندك محبة والناس تطاوعك، ما أقدر أخدعهم، صاروا أذكى من هذا المستوى، أطفالهم صارت أذكى من هذا المستوى، ما يمكن تمرير عليهم، ما يمكن الالتفاف عليهم، ما يمكن خداعهم، يفهمون المضمون، ما يمكن تقول لهم إصلاحه دمار، ما يمكن، ما يمكن تقول لهم ديمقراطية وهو ديكتاتورية، ما حد يصبحوا يفهمون هذا الآن. أطفالهم يفهمون، ما يحتاج أحد يحدثهم، أطفالهم يفهمون، فضلا عن شبابهم ورجالهم ونساءهم. فما يمكن تقول له هذا ديمقراطية وهو استبداد، ما يمكن تقدم له فساد وتقول له هذا إصلاح، ما يمكن. ليش أحاول في شيء ما يمكن؟ خطأ، هو من أصله خطأ، لا، ما المفروض الواحد يسويه ولا ممكن. لقاء ولي العهد، مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، انطلاقا من الإيمان بمبدأ الحوار وأن البحرين بحاجة إلى حوار جاد وصادق، فهذا اللقاء يقع في السياق الطبيعي. إذا عندنا إيمان بفكرة أن البحرين بحاجة إلى الحوار، أن الحوار هو طريق لحل المشاكل، وأن البحرين بحاجة إلى هذا الحوار، فهذا اللقاء يجي في السياق الطبيعي. الفكرة اللي تقول لا، إحنا من جانب السلطة على سبيل المثال، إحنا قادرين على أن نقمع هذا الشعب ونخرس هذا الشعب ونخرس مطالب العادلة التي أشرت إليها ونأكل تبن، فأنت ما بحاجة للحوار من جانب السلطة. وإذا كان في جانب السلطة يقول لا، كفى، أنا لا أريد هذا النظام وسوف أسقط، ما بحاجة إلى الحوار. وإذا ما في هذا الخيارين، لا يمين، لا هذا في السلطة ولا هذا في المعارضة، فالمنطق، فالوضع الطبيعي، السياق الطبيعي، أن مثل هذه اللقاءات تكون لقاءات طبيعية. السؤال الثاني، هل هذا اللقاء يعبر عن الجدية أم هو كسابقه من أجل الاستهلاك الخارجي وتقطيع الوقت ومحاولة الالتفاف على إرادة الشعب؟ هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القليلة القادمة، فلا حاجة ملحة لأن أستبق الحكم على هذا اللقاء، ولا أجد حاجة ملحة لكم أن تستبقوا الحكم على هذا اللقاء سلبا أو إيجابا. الفكرة الثانية، هناك من سيقف ضد فكرة أن ينتج حلا توافقيا سياسيا ينتقل بالبحرين إلى الديمقراطية، وينتقل بالبحرين إلى العدالة والمساواة والحرية. ليش يقف؟ لأنه يعتاش على الفساد وعلى المشاكل وعلى انحراف الأوضاع وعلى سوء الأوضاع، فيجد مصلحته في الخراب، يجد مصلحته في الخراب، يجد مصلحته في الدمار، يجد مصلحته في الاحتراب، وسيقوم، ومن المحتمل، ومن المحتمل أن يقوم بمزيد من العنف من أجل إيقاف أي احتمال لتحول ومصالحة وطنية واحترام إرادة الشعب واتجاه نحو الديمقراطية.
هل هذا اللقاء يمنع المواطنين من الاستمرار في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية المشروعة وفقا للمواثيق والمعايير الدولية؟ هذا اللقاء أو غيره من واجبه أن يكرس هذه الحقوق لا يمنعها. من واجب أي لقاء أن يكرس الحقوق الإنسانية، يكرس حق الاعتصام والتظاهر، وحط تحتها 10 خطوط السلمي. من واجب هذا اللقاء وأمثاله أن يكرس حق الإضراب المشروع وكل الممارسات السلمية التي تدخل في إطار المعاهدات والمواثيق الدولية الحاكمة على القوانين المحلية. وليس من منصف أن يطالبكم بأن تتوقفون عن اعتصاماتكم ومسيراتكم وتظاهراتكم السلمية في كل مكان ليلا أو نهار، في الوقت الذي تتعسكر مناطقنا بالأسلاك الشائكة وبنقاط التفتيش، وتمتلئ المعتقلات بأبنائنا وبناتنا، وتصدر الأحكام يوميا ظلما على أهلنا وأحبتنا، ويمارس التمييز في كل شيء بأقصى أنواعه. هذا اللي يجي بعدين ويقول أنت وقف مسيراتك، وقف اعتصام، ما تستحي شوية حياة. لقد عانى هذا الشعب الكريم من نكبة طويلة وحقب مظلمة، وعلى المتحاورين أن يقدموا حلا سياسيا يخرج هذا الشعب من نكبته ولا يسمح بعودة فترة مظلمة أخرى على أي أحد من أبناء هذا الشعب، لا على سني ولا على شيعي، لا على أقلية ولا على أكثرية. المتحاورون المتفاوضون إن أخلصوا لله ولضميرهم ولشعبهم فعليهم أن يقدموا هذا الحل، عليهم أن يستشعروا آمال هذا الشعب في الكرامة، في الحرية، في العزة، في التقدم، في الرخاء، في الاستقرار. عليهم أن يستحضروا عشرات السنين ويستحضروا مئات وآلاف الآلام والجروح من أجل أن ينطلقوا عبرها إلى مستقبل يكون خالي من كل هذه المآسي التي عشناها. ثم القرار الأخير في القبول بما يتوصل له المتفاوضون من عدمه هو لهذا الشعب بكل مكوناته، شعب البحرين الكريم، هو صاحب الحق الأصيل في القبول أو العدم، لأنه صاحب الحق. ذكرى ولادة رسول البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام. الشعب والمعارضة إن وجدت إيجابية من النظام بخطوة ستبادلها بخطوة، ولكن لا يمكن استغفالها ولا يمكن الضحك عليها. إن وجدت المعارضة ووجد الشعب خطوة إيجابية وتقدم نحو هذه الحلول العاقلة الإنسانية المنصفة، سيتقدم الشعب خطوات وهكذا تبنى الأوطان، ولكن مخادعته أصبحت من الماضي. أضاعت الأمة قرآن رسول الله
وإن تلت وإن حفظت نصوصه، بل قد تستخدم نصوصه في الباطل وتفسره بالأهواء فتقتل بعضها بعضا باسم القرآن، وتقتل بعضها بعضا باسم السنة والقرآن والسنة، براءة من دماء المسلمين. وكفى لو التزمنا ببعض كلمات وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يستشعر الرحيل، فجمعهم وهم في ذلك اليوم 100,000 أو يزيدون، ويسألهم: ما يومكم هذا؟ ما شهركم هذا؟ ما بلدكم هذا؟ فيقول ما مضمون روايات مختلفة سنة وشيعة: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في أرضكم هذه في شهركم هذا. والله لو اكتفينا بهذه الوصية ما سال الدم من دماء المسلمين، ولكنها ما التزم بها، فما توقف سفك دماء المسلمين من بعد غياب رسول الله حتى اليوم. وين رسول الله؟ مو وصايا 23 سنة، هاي كلمتين، هذه كلمتين تعصم دماء المسلمين. هذه وصية: اللهم اشهد، اللهم قد بلغت. هاي وصية. وفي كل كلامه وكلام رائع، لكن خطبة الوداع وكأنه يقف بإشراقة روحه على ما ستعاني هذه الأمة، فيمر على هذه النقطة. أول النقاط الرئيسية هذه. دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الخير كل الخير. دين محمد هو الخير كل الخير. تفسيرات المسلمين إلى دين محمد فيها من الوهن وفيها من الخطأ. دين محمد، دين محمد، قرآن محمد بتفسيره الحق، سنة محمد، تعاليم محمد الحق، هي كل الخير، ولا خير في مخالفتها ولا مقدار ذرة، ولا خير في مخالفتها ولا مقدار ذرة. الصعوبة كل الصعوبة في الوصول إليها والعودة الحقيقية لمحمد والاعتصام بهديه، طريق للنجاة والتقدم والرفعة، ليس للمسلمين وحدهم وإنما للبشرية كافة، البشرية كافة. ولكن أضعنا الطريق ولم نعد أمة وسطة، بمعنى يعني تفسيرات مختلفة، لم نعد أمة وسطة بمعنى الأمة التي يهتدي بها الآخرون، بمعنى الأمة التي تشيع العادل، بمعنى التي تشيع الخير، بمعنى التي تهدي إلى الطريق. ولكن العودة إلى تلك القيم عودة صادقة تعيدنا إلى ذلك. في ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما يستحضر عنوان الوحدة لقرب الولادتين بحسب الرواية السنية والرواية الشيعية، فما بينهما يتم الحديث كثيرا عن فكرة الوحدة الإسلامية، وحدة فيها الآلاف من المشتركات، ولكن العقل المتعصب، الفكر المتعصب، يبحث عن مساحة الاختلاف الطبيعي والاختلاف الرحماني والاختلاف الفطري لاختلاف الناس في عقولها وتقييمها وقراءتها، ليجعل منه معركة تسفك فيها كل الحرمات. سأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المولد أن يهدينا كأمة عربية مسلمة، كشعب بحريني، لما فيه الخير والصلاح والهدى والمحبة والرشاد. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.